معكم دكتورة إحسان الفرج، استشارية أمراض الدم والأورام بمستشفى المواساة بالخبر. يوجد في قسم أمراض الدم والأورام للأطفال علاج جميع حالات أمراض الدم الحميدة والخبيثة، وكذلك علاج جميع حالات الأورام. يوجد لدينا أحدث البروتوكولات للعلاج الطبية، ويوجد لدينا أحدث الأجهزة للعناية بأمراض الأورام، منها أشعة الطب النووي التشخيصية والعلاجية. على حسب نوع العلاج الكيماوي المستخدم وعلى حسب نوع المرض المصاب فيه الطفل، بعض أنواع العلاج الكيماوي لا يكون لها أي تأثير على المدى البعيد، ولكن هناك بعض العلاجات الكيميائية يكون لها بعض التأثيرات، منها التأثيرات على وظائف القلب في المستقبل، أو منها التسبب بأمراض سرطانية أخرى. البروتوكولات المستخدمة في العلاج لها تأثير كبير في نسبة الشفاء من أمراض الأورام، فعادة البروتوكول لازم أن يكون بروتوكول محدث على آخر ما توصل إليه الطب. بعض الأورام نسبة الشفاء فيها عالية جداً، فتقدم البروتوكولات قللت من كمية أو جرعات العلاج الكيماوي، وبعض الأورام نسبة الشفاء فيها جداً قليلة، فالبروتوكولات الجديدة زودت من جرعات العلاج الكيماوي. نسبة الشفاء تعتمد كذلك على الالتزام بالبروتوكول العلاجي، بحيث أن لو كان الدخول يستدعي دخول المريض كل أسبوع، يكون الدخول كل أسبوع أو كل أسبوعين على حسب البروتوكول المتبع. الالتزام بالبروتوكول له تأثير كبير على نسبة الشفاء في المستقبل. فقر الدم المنجلي من الأمراض المزمنة لها تأثير على الإنسان بشكل عام، وتؤثر على البنية إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب. الأفضل لمريض الأنيميا المنجلية أن يشخص من الولادة إذا بدأ العلاج في عمر صغير جداً قبل السنتين، والأفضل على عمر 9 شهور، لا تتأثر بنيته أو صحته بشكل عام. التأخر في العلاج يؤثر على البنية العامة والإصابة بمضاعفات مرض السيكل سيل. هناك أسباب عديدة لانخفاض الدم إلى معدل 7 أو أقل، الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب. الأغلبها شيوع عن نقص الحديد عند الأطفال، ويتطلب تغيير طبيعة الغذاء والمعالجة بالحديد. الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب. هذا يعتمد على المرض السرطاني وطريقة العلاج المتبعة. أغلب السرطانات عند الأطفال هي سرطان الدم، والكيماوي المستخدم في هذا النوع من السرطان لا يؤثر على القدرة على الإنجاب في المستقبل. أما الأورام الأخرى مثل أورام العظام، العلاج الكيماوي يكون مكثف وقد يكون له تأثير على القدرة في الإنجاب في المستقبل. عندما تكون نسبة الدم طبيعية ولكن مخزون الحديد أقل من المستوى الطبيعي، يكون السبب في الغالب نقص في التغذية. يحتاج المريض المتابعة مع طبيب أطفال أو طبيب أمراض دم أطفال لتحسين نوعية التغذية وإعطاها أغذية غنية بالحديد، ولا يحتاج إلى أي علاج أدوية في مثل هذه الحالات، وهذا المرض غير وراثي. هذا يسمى بالتهاب في الغدة الليمفاوية ناتج عن التهاب الأذن أو التهاب اللوز عند الأطفال، ليس من الأمراض الخطيرة وليس من الأمراض الخبيثة، يتم علاجه بالمضاد الحيوي فقط. في هذه الحالات ينصح بزيارة طبيب متخصص في أمراض الأورام لمعرفة سبب الورم، حيث أمراض الأورام في البطن بالنسبة للأطفال متعددة، منها الحميدة ومنها الخبيثة. ارتفاع انزيمات الكبد قد يكون لأي سبب بالعلاج أو بسبب الورم نفسه، يتم المراجعة مع الطبيب لمعرفة العلاج المناسب. أكثر نوع معروف يسبب السرطان عند الأطفال هو لوكيميا الدم أو سرطان الدم عند الأطفال. نسبة الشفاء في هذا النوع من السرطانات عالية جداً، ولكن المهم هو التشخيص في الوقت المناسب. إذا كان الطفل يشتكي من آلام في العظام غير معروفة السبب، أو حرارة متواصلة، أو تم تشخيصه بهبوط في الدم أو الصفائح أو كريات الدم البيضاء، ينصح باستشارة طبيب متخصص في أمراض الدم لأخذ عينة من الطفل وتشخيصها في الوقت المناسب. إعطاء العلاج المناسب يعطي نسبة شفاء أكثر من 90% في هذا النوع من الحالات.
إذا لاحظت وجود أي عرض غير طبيعي في طفلك، لا تتردد بالتوجه إلى مستشفى المواساة بالخبر واستشارة أحد أطباء الأطفال. نحن في مجموعة مستشفيات المواساة مستعدين لخدمتكم على مدار 24 ساعة في عيادتنا أو في قسم الطوارئ، فلا تتردد في استشارة المواساة. شكراً على حسن استماعكم.